توضيح مهم. طيب خلينا نروح بقى، انا معايا على التليفون السيد سعيد وهبي المتحدث، وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء بعد الفوز على بيراميدز والتأهل الى نهائي البطوله الكونفدراليه. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك وبكل روح رياضيه الحقيقه ببارك لك، وان كان الفوز على فريق مصري ولكن ببارك لك الصعود والوصول الى النهائي. فاولا اشكركم على الاستضافه، فستعرف ان المقابلات مع الفرق المصريه دائما تكون مقابلات حارقه. صحيح. احنا كنا متوقعين صعوبه ديال المقابله، لان 0-0 مقابله ذهبيه نتيجه نوعا ما مغومه، ولكن شفتوا في المقابله عزيمه لاعبين وعزيمه الاطقم التقنيه والطبيه والاداريه كانت في الموعد، والحمد لله تنهديوا هذا الانتصار لجمهورنا العريض في المغرب وخارج المغرب وجميع مكونات الرجاء من طبيعة حال اللاعبين والتقنيين، وما تفوتنيش فرصة كذلك وبدون لغة خشب باش نشكر الإخوان ديال بيراميدز اللي داروا لنا استقبال رائع في مصر، وحنا درنا لهم استقبال رائع في دار البيضاء، وهادشي ماشي غريب على الشعب المغربي والشعب المصري. صحيح. خليني اسال حضرتك بقى على اللحظات الصعبه واللحظات الحاسمه في هذا اللقاء والوصول الى ركلات الترجيح من نقطه الجزاء، هل كنت تتخيل ان يصل اليها الفريقان ام لا؟ احنا كنا عارفين صعوبه المقابله، احنا كنا واعيين بها، فاحنا اللاعبين كانوا واعيين بصعوبه اللقاء، وملي جينا للضربات الترجيحيه فانتم شفتوا ان في الاول ما كانوش صالحنا، ولكن ملي تيكون عندك لاعبين مميزين وحارس في طينه المستوى ديال انا زنيتي، فانا كنتوقع ان زنيتي هو اللي غادي يربحنا المقابله، لانه جبت جوج ضربات جزاء، ثلاث ضربات جزاء وكانت فاصله. إذا كما تنقول لك أن دائما المقابلات ديال النصف النهائي مع الفرق المصرية وفرق شمال إفريقيا تكون دائما صعبة وصعبة جدا. صحيح. أتحدث بقى معك عن طموحات الرجاء في الفوز بهذه البطولة، التجهيزات باستمرار والرغبات، وإحنا بنتكلم المباراة أي نعم لسه خلصانة، ولكن بكل تأكيد الرجاء عايز يفوز بهذه البطولة. عن طبيعة الحال الأخ الكريم، أنا أعطيك برنامج الرجاء، يوم الأربعاء عندنا مقابلة. يوم الاحد اظن كنت هنا مقابله ديال الديربي. يوم الاربعاء مقابله في اكادير، وغادي نشدوا الطائره من اكادير لمدينه كوتونو. أيوه. اذا برنامج شاق وشاق جدا، اذا كل التركيز والتركيز على هذه الاستحقاقات. اولا عندنا حظوظنا وافره في البطوله المغربيه، الحمد لله احنا في النهائي، وما تنساش ان تنحضوا كذلك النهائي ديال الكاس محمد السادس حفظه الله اللي غتكون من يوم 21 غشت امام الفريق السعودي. صحيح. برنامج وبرنامج الشرق، احنا مش في عطلة، احنا في برنامج الشرق جدا. كان الله في العون، ونتمنى ان شاء الله باذن الله كل الامور تمشي بشكل كويس. عايز اسال حضرتك سؤال وانت تملك حقيقه الاجابه عليه من عدمه كما هي العاده وكما هو العهد بينا دائما. اسالك عن سفيان رحيمي، كلام في الفتره اللي فاتت ارتبط بالعلاقات الطيبه بين الاهلي والرجاء من بعد صفقات تمت بين كلا الفريقين زي بدر بنون، والنجاح اللي حاصل ان هناك عرض قدم من النادي الاهلي من اجل يعني الحصول على خدمات سفيان رحيمي، صحة الأمر من عدم؟ الجواب اللي غنقول لك، أولا أنا تنهنيك على إلحاحك في السؤال وذكائك في السؤال. أولا تنهني فريق الأهلي المصري على وصوله النهائي للشامبيونز ليج. فريق الرجاء الرياضي كما قلت لك هو مركز تركيز تام على ثلاثة استحقاقات اللي عندنا، سواء البطولة المغربية أو النهائي ديال كأس الكونفدرالية وكأس العرب. هذا كل ما أريد أن أقوله في هذا الموضوع، وشكرا أخي الكريم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا السيد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء. ودايما أقول الكلمة دي يا جماعة عشان يعني كل الناس المصادر وكل الناس المشاهدين، أنا ببقى عارف إن المشاهد بيبقى عايز أسئلة أحيانا بعينها علشان تشبع فضوله، وإحنا هنا عشان كده، يعني إحنا مش بنعمل حاجة تانية عشان خاطر كده. ويعاب أحيانا على المذيع إن لم يسأل أسئلة مهمة تشغل الشارع الرياضي، ولذلك وانتم عارفين انه لما بيكون في مصدر مسؤول على الهواء مباشره مش هيقول لك في حاجه ليها علاقه بالمفاوضات، هيدي لك اجابه مباشره، ولكن دايما بنقول احنا بنعمل الدور بتاعنا، بنجتهد طبعا، بنبحث في الكواليس، ولكن المعلومه اذا جاءت مباشره فبها ونعم. عشان كده دايما ما احبش احرج ضيوفي، عشان كده دايما لازم دباجه ليها علاقه بانه هسالك وحضرتك لك مطلق الحريه بدون اي حرج اذا كنت ترغب في الاجابه او لا ترغب في الاجابه، وده اللي انتم سمعتوه دلوقتي فيما معناه انه
هو مش عايز يجاوب على السؤال، بس هو راجل ذوق جدا جدا في الاجابه، قال لك احنا مركزين دلوقتي وهو ده اللي انا عايز اجاوب عليه في هذه الفتره. ايا ما يكون، سفيان رحيم لعيب مميز جدا جدا اذا كان الاهلي بيتحرك في هذه المفاوضات. خد بالك انه فضل الرجاء المغربي بيتكلم بنفس التون وبنفس القصه ديت في موضوع بدر بنون، هل الامر شبه بدر بنون ولا لا؟ خلينا ننتظر ونشوف، انما احنا برضو بنعمل شغلنا في الكواليس وهنقول لحضراتكم كل المعلومات المتعلقه بهذا الشان. بعد فصل سريع جدا جدا نتكلم مع حضراتكم في اخبار وتفاصيل تخص القلعه البيضاء نادي الزمالك.